هذا البطالة بشكل عام في غزة، قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن الاحتلال الإسرائيلي شرع عمليا بتنفيذ خطة خنق قطاع غزة وصولا لانهيار اقتصادي تام. وأكد الخضري في تصريح صحفي نشر المركز الفلسطيني للإعلام نسخة منه إن التنفيذ الإسرائيلي المتصاعد لخطة خنق غزة هدفه بشكل أساسي انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل، ما يؤدي لإغلاق كل المصانع والمحال التجارية. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة أصلا في غرفة الإنعاش، ويعاني بشدة في ظل كل الضغوط التي تمارس على غزة والحصار الخانق الممتد لأكثر من 11 عاما. وبيّن أن أكثر من 80% من مصانع غزة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بشكل جزئي أو كلي، وارتفع عدد العمال العاطلين إلى 300,000 عامل وآلاف الخريجين. وشدد الخضري على أن هذه الخطة الإسرائيلية تأتي من خلال المنع التام لكل مستلزمات الحياة للاقتصاد في غزة صناعيا أو تجاريا، ما ينتج عن ذلك الانهيار التام للاقتصاد وزيادة في عدد المصانع المغلقة وصولا إلى الإغلاق التام بسبب عدم وجود أي مقومات للصناعة. وأشار إلى أن الاحتلال يمنع بنسبة 100% المواد الخام اللازمة للصناعة، ما سينعكس على جميع العمال الذين يعملون الآن ولو بشكل جزئي، وسينتج عن هذا انهيار القدرة الشرائية حتى في حال توفر بعض مستلزمات الحياة الأساسية. وجدد الخضري التأكيد على ضرورة العمل فلسطينيا من خلال توحيد الجهود كل في موقعه، وكذلك عربيا ودوليا لتلافي أخطار الخطة الإسرائيلية والعمل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي المنهار.